السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شباب في فيديو جديد من جي فو جي. النهاردة هنتكلم عن كروس فاير ونشر حدث أو إيفنت وينتر وندرلاند. الإيفنت ده مقسم على 6 أيام من 21 فبراير لحد 26 فبراير. هنتكلم عن كل إيفنت أو كل يوم المفروض نعمل فيه إيه وإيه هي جوائز الإيفنت ده. بس المهم جدا في الإيفنت ده إن لو ضاع يوم عليك هيضيع عليك حاجات كتير من الإيفنت. مشكلته إنه بيزنقنا في حاجة معينة، حدة ان انت لازم ما تفوتش اليوم الاول، ودي مشكلة ممكن تواجه بعض الناس اللي ما تعرفش الايفنت وبتشوف الفيديو ده، لان الفيديو ده هيترفع في وقت متأخر، هيكون فاضل تقريبا على وقت بتاع الايفنت اقل من 6 ساعات، فدي فترة ما اظنش ان حد ممكن او يقدر يعمل فيها الايفنت. بس هو باختصار الايفنت سهل، تعالوا نشوف ايه هو الايفنت ده. اول جيم هتلعبه هو الاسكا، والالاسكا مطلوب منك 10 جيم هتلعبهم في يوم 21 فبراير، يعني النهاردة قبل الساعة 7 الصبح من يوم 22 فبراير. خلي بالك الوقت هو امريكي، السيرفر ده امريكي، فالقصة كلها في ان انت تظبط وقتك بين التوقيت الامريكي والتوقيت المصري. احنا اليوم عندنا بيخلص الساعة 12، هم عندهم بيخلص الساعة 7 الصبح بتوقيتنا احنا، فانت حاول تجي او تخلص 10 جيم في الاسكا في الوقت من دلوقتي او من ساعة ما انت بتشوف الفيديو لحد قبل الساعة 7 الصبح. الجيم التاني المطلوب منك هو المفروض تلعبه يوم 22 فبراير، يعني بكرة اللي هو يوم الخميس، والجيم هو انتراكتيك بيس اللي هو سوبريشن مود، هو بتاع القنبلة اللي انت بتزرعها بسرعة وتتفك بسرعة وشوية الحركات دي يعني. اليوم الثالث يوم 23 فبراير هو روم تيم ديس ماتش، ولازم يكون في الماب بتاع سنو فالي، لازم يكون في الماب دي تلعب برضو 10 جيم. اليوم الرابع هو هيكون يوم 24 فبراير موافق يوم السبت ان شاء الله في روم في المود قصدي هيكون اللي هو بتاع الشادو مود في الماب بتاعت كولينج شامبر. طبعا دي لازم تنجز ال10 جيم زي ما انت متعود في الايام اللي فاتت. اليوم الخامس وهو اليوم اللي فيه ممكن يكون سهل شوية هو ووتر بارك، ده طبعا تيم ديس ماتش، مطلوب منك 10 جيم كالعادة، هو يبقى يوم 25 الموافق يوم الحد. اليوم الاخير وهو اصعب يوم ممكن تشوفه خلال الايفنت دوت، يوم 26 الموافق يوم الاثنين، هو ويف مود، 5 جيم ويف مود. في ناس بتقول 10 جيم، هو مكتوب في الصورة 10 جيم لكن هم غيروها وخلوها 5 جيم اسهل على الناس، لانه اصلا لو حتى 3 جيم الموضوع هيبقى صعب. ان انت تلاقي جيم ويف مود اصلا صعب، وان انت تخلص جيم ويف مود ده اصعب، على شرط كمان ان اللاعب يكون في اتراكتيف بيس الماب اللي انت شايفينها دي، وطبعا 5 جيم دي الوحيده اللي 5 جيم هتبقى 26. طبعا لو خلصت كل ال6 ايام دول وما فوتش ولا يوم وخلصت ال10 جيم هتاخد 20 كريت على كريت اسمه زفير كريتس اللي موجود قدامكم ده، هتاخد 20 صندوق عليه، وكل يوم من ال6 هتاخد 3000 اي بي اللي هي الايفنت بوينت اللي انت تقدر تشتري بيها اي حاجه في الشوب انت عايزها. اتمنى منكم المشاركه والتشجيع، وهل انا انفع ان انا اشرح ايفنتس كروس فاير او لا، يا ريت تدعموني علشان لو ينفع اكمل واشرح الايفنتس اللي بعد كده، لو ما ينفعش اقعد في بيتنا واسكت. والسلام عليكم ورحمه الله.